الماتشات اللي اتلعبت، الفرق المصريه اللي لعبت الماتشات اللي فاتت دي، اذا كان الاهلي اهلي او زمالك الزمالك او منتخب مصر فيوتشر او منتخب مصر، يا جماعه انتوا وبيراميدز. احنا بنقيم غلط. ايوه احنا بنقيم غلط يا جماعه. في حاجه اسمها لياقه مباريات، لياقه مباريات رسميه. المباراه الوديه لا تقوم مقام المباراه الرسميه باي حال من الاحوال ولا التدريب. المباريات، لياقه المباريات هي ديت الاساس، ان انا ابقى لاعب خمس ست ماتشات عشان اقدر اروح العب بطوله، العب ماتشات افريقيا. لكن انت ما انتش جاهز. وبعدين هو الزمالك عمل اعداد؟ ما عملش اعداد. الاهلي هل الفتره بتاعت الاعداد بتاعت الاهلي ولا تنفع؟ ده انت العشر ايام دول ولا يعملوا اي شيء في موسم بتلعبه لغايه شهر 10 السنه الجايه، لغايه شهر 8 السنه الجايه. يعني ولا حاجه. ده في اوروبا يديك شهر اجازه، يديك شهر راحه، تروح تعمل اللي انت عايزه، وشهر تمرين، ويديك شهر شهر ونص ست اسابيع تمرين بقى قاتل كل حاجه، تروح مرجعك بقى منتهى السرعه. عشان كده بيبقى دايما الفارق ما بيننا وما بين وبين اوروبا واضح طبعا. يعني بدايات الدوري الانجليزي غير بدايات الدوري، مش قصدي حاجه يعني، انا ما بقارنش عشان ما حدش ياخدنا طبعا. وضع طبيعي جدا يعني. وبعدين انا اللعيبه بتاعتي على فكره، انا من اوائل الناس 2019 اعترضت على تكمله الدوري العام، وقلت كده لسيف زاهر في البرنامج يا سيف انا بقول لك وبحذر، عدم الغاء الدوري هذا الموسم في الكورونا هيبوظ اربع مواسم جاي. وده اللي حصل. انا كان نفسي نخلص، الغي، ابدا موسم في توقيت صح، هتلاقي نفسك ماشي بشكل كويس. بس عارف حضرتك ساعتها برضو الخساره كانت كبيره جدا لناس كتير، للصناعه ذات نفسها، للصناعه. انا عارف، بتحاول، انا عارف ده. بس انت بوظت الدنيا. يعني شوف انت خسرت قد ايه دلوقتي، شوف انت خسران قد ايه، كل سنه ما بتحاول تلمها، مش عارف. خسران الدوري، انت خسران الدوري، قيمة خسران الدوري، مستوى، خسران كل حاجه، خسران ان الاهلي بيخسر امبارح في صح البطوله، الزمالك بيخسر، فيوتشر بيخسر. يا جماعه لا، حتى بيراميدز اتعادل، هو بيراميدز اتعادل. لا بص، لو احنا ما خدناش العلم طريق لينا في حياتنا وفي الكرة في مصر، احنا عمرنا ما هنتقدم، عمرنا ما هنتقدم ولا هنشوف تقدم ابدا ابدا ابدا. العمليه محسوبه، عمليه محسوبه، فتره راحه كذا، فتره اعداد كذا، الدوري كذا. انا الدوري بيبقى معمول حسابه من اول يوم لاخر يوم، ببقى عارف هبدا امتى والجدول بتاعي ايه وهخلص امتى. وعلى فكره الاتحاد ده برضه معذور، ما هو برضه ده امتداد للسنين اللي فاتت السابقه. يعني بس كان يعني ممكن يقدر ياخد، بس برضه يا كابتن ما هو ساعتها لو جه خد قرار هيقول لك يعني اشمعنى الاتحاد ده اللي جه خد قرار بالظبط. هو ما كانش قرار اتحاد على فكره، لا طبعا الدوري هو كان قرار سيادي شويه، على اساس ان عايزين العمليه تمشي صح. الدنيا ما تبطلش، الدنيا تستمر صح. والحياه تستمر يعني. ولكن حضرتك كنت بتتكلم على فنيات كره القدم، الجانب الفني، الجانب الفني، الجانب الفني اللي احنا بنعاني منه، بنعاني منه لغايه دلوقتي صحيح. يعني باستثناء مثلا النادي الاهلي، حتى النادي الاهلي دلوقتي لو اتكلمنا عن مباراه السوبر اتحاد العاصمه، يعني انا في ناس كتير اهلاويه وغيرهم كانوا بيقولوا لي ان الماتش ده الاهلي كسبان وبتاع، قول لهم يا جماعه اول موسم يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، مفيش موسم، 50 50 الفرق اللي لعبت دي كلها ما لعبتش ماتش واحد رسمي ولا ماتش رسمي. ازاي؟ صح. ده انا على الاقل اربع خمس ماتشات رسمي عشان اوصل لمستوى معين من لياقه المباريات عشان اقدر العب بطوله. اخد بال حضرتك. أيوه. لكن لا يعني طيب. احنا تقييمنا مش حلو، والناس ضروري تفهم ان يا جماعه لا، ده هو انت تنزل مجموعه من اللعيبه عايزها تكسب وخلاص؟ لا يا جماعه، ده المفاهيم ضروري تتغير بقى بشكل كبير.